واصل النادي رياض البنزرتي تقديم سلسلة عروض متميزة هذا الموسم، حيث حقق أمس انتصار جديد في البطولة هو العاشر، جاء في اللحظات الأخيرة أمام منافس صعب في قيمة النجم الساحلي. قرش الشمال ينتفض من جديد ويسترجع صدارة البطولة بدعم كبير من جماهيره اللي اقتصر حضورها بين الطريقة المؤدية بين النزل ومحيط مركب 15 أكتوبر. ثاني لقاء لفوز البنزرتي مع النجم وثاني مواجهة ليه مع ماهر الكنزاري بعد لقاء الجولة الافتتاحية للبطولة. تشكيلة النادي البنزرتي تشهد عودة المهاجم أحمد الزوي مقابل غياب مدافع النجم رضوان الفرحي في تنقل صعب للفريق. كيف نشوفوا سي بي كلاسي الأولى ينجم يكون نحسبوه ديبلاسمون صعيب. أولى فرص اللقاء كانت للنجم مخالف ينفذها الشادلي ورأسية النموشي تخرج ركنية يرد عليها أحمد حران تسديدة والبلبولية تصدق. وائل باللكحل من الجهة اليمنى سدد كورة بالمصطفى يتدخل وخرج الكورة ركنية مقاول بعض الاحتجاجات من بنك النادي البنزرتي على الحكم مراد حمزة. التسديدات من بعيد كانت سلاح كل فريق في هالشوط ويوسف همبيجي تسديدته يتصدى لها البلبولي بصعوبة. النجم من جديد في الهجوم وائل باللكحل كورته يتصدى لها الحارس البنزرتي في مناسبة أولى ثم الدفاع في مرة ثانية. فوز البنزرتي يقوم تغيير اضطراري خروج فرانك كوم والمصاب ودخول نبيل طيدر ونهاية شوط بمستوى متقارب بين الزوز فرق. بداية الفترة الثانية وتسديدة من عادل الشادلي قريبة من القائم، في المقابل مستوى النادي البنزرتي تحسن في هالشوط وحاول الضغط على النجم في مناطقه توغلات الحرباوي وكذلك البحث على رأسية الزوي، لكن مدافع النجم شمس الدين الذوادي كان أسبق منه في كل الكرات العالية. الكنزاري يقحم المهاجم ياسين الصالحي من أجل تنشيط خط الهجوم، بينما هجوم النجم في الشوط الثاني ما قلقش دفاع النادي البنزرتي وحتى تسديدة نبيل طيدر كانت سهلة عند الحارس فاروق بن مصطفى. الدقيقة 75 الحكم مراد حمزة يوقف اللقاء مدة دقيقتين ويأمر قائد البنزرتي بتهدئة الجماهير اللي فاق عددها القانوني في منصة 15 أكتوبر. زملاء نور حضرية كانوا الأخطر في الهجوم وحاولوا مباغة البلبولي في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي النشيط الرجيبي والصالحي، هذا الأخير بمجهود فردي يراوغ زوز مدافعين طريقة رائعة ويمد كرة في طبق لأحمد الزوي اللي ضيع افتتاح النتيجة، فرصة فعلت معها جماهير السيابي اللي كانت في المنصة الشرفية. اللحظات الأخيرة من المباراة ركنية من أحمد حران، كرة ترجع من الدفاع عن برات ليرفع كرة عالية يستقبلها معوض نور حضري محمد سلامة وازدواجية في الزاوية 90 يمضي هدف الفوز الفريق وثالث هدف ليه حاسم هذا الموسم. دخلت في آخر مقابلة عمل علي الانترينور نتصور قدمت إضافة وهدف من برشا اليوم. وقبل نهاية المقابلة الحكم يقصي أحسن لاعب في تشكيلة النجم شمس الدين الذوادي بعد حصوله على الإنذار الثاني. ونهاية اللقاء أول هزيمة للنجم مع مدرب فوز البنزرتي في حين 3 نقاط هامة للسي بي يسترجع بها صدارة البطولة ويبقى الفريق الوحيد دون هزيمة هذا الموسم.